ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجه بخير وعلى العال و100 فل و14. ممكن لو سمحتوا محدش يروح يشتري الكحك الغالي قوي جدا خالص ده، عشان انا بقعد اشوف بوستس وفيديوز ومش عارف ايه على اسعار كحك كده غريبه حبتين. انا اعتقد انه انا وانت وغيرنا كلنا يعني احنا شركاء في هذا الهوس، هوس الكحك وهوس حلويات رمضان وبتاع. يا جماعه هو انتوا بتروحوا تشتروا لمجرد ان دي ماركه؟ يعني ده المحل الموضة اليومين دول؟ يعني إن شاء الله عنه ما نشترينا منه. يعني ليه أشتري من محل لمجرد أنه موضة؟ وليه أشتري من محل لمجرد أنه بيتقال عليه أنه ده أغلى محل في مصر؟ هو إحنا للدرجة دي بقى عندنا يعني عادات وسلوكيات برجوازية؟ طب سيبكم من كلمة برجوازية، خلينا يفوت برجوازية يعني، بس سيبنا من المسألة من برجوازية من غيره. إحنا للدرجة دي بقينا بنحب المنظرة؟ يعني احنا عاوزين دايما نبقى داخلين كده البيت بعلبة كحك من عند باشو سيسي بابابو عشان ايه؟ يعني ليه؟ بابابو ده بيعمل كيلو الكحك ب 600 جنيه، ان شاء الله عنا ما حد اشتراه، يعني ياكله هو. ليه كيلو الكحك ب 600؟ جواه ايه؟ جواهوش حاجه. كحك عليه سكر، وساعات ما بيديلكش سكر، يحط لك في كيس زغنطط كده، زغنن زغنن. طب ايه؟ ليه؟ يعني المكونات دي كلفته ايه؟ ده بيجيب المكونات ارخص منك انت. وبالتالي لو سمحتوا بلاش حاله المنظره والفشخره اللي ملهاش اي معنى بتاعت انا رايح اشتري كحك من المحل الفلاني، اصل ده بقى احسن واحد بيعمل كحك. لا مش احسن واحد ولا حاجه. احسن ناس بتعمل كحك هي الناس بتاعت زمان. المحلات بتاعت والدتي ووالدتك وابويا وابوك والناس اللي احنا عارفينها من زمان وكنا بنشتري منها من زمان، وما بقتش موضه وما بقتش هي دي اللي ملء السمع والبصر، مفيش اي معنى للكلام ده على الاطلاق. روحت يا سلام سلم بقى لو بتعرفوا تعملوا كحك في البيت زي زمان، لانه كان في مظهر لطيف جدا انا كنت احبه. يعني يمكن انا ما شفتوش عندنا في بيتنا، بس كنت بشوفه في بيوت بعض اصدقائنا بعض قرايبنا بعض الجيران بيعملوا الكحك في البيت. وصاجات الكحك العملاقه بتتشال، لسه زي ما بقول كنت بشيل الصاجات، تتشال كده والكحك ني محطوط في الصاجات ويودوه الفرن علشان يتخبز هناك ويستوي، وبعد كده يرجعوا بقى بالصاجات الناس وتبقى شكل لطيف. انا بحب الشكل ده. اي شيء متعلق بالعادات والتقاليد المصريه الحقيقيه حلوه، زي بالظبط كده طوابير الناس قدام محلات الفسيخ. يعني مثلا يعني ان طبعا الفسيخ ده اكلتنا المصريه التاريخيه، اخترعها الفراعنه. مثلا على سبيل المثال طوابير الناس قدام محلات الفسيخ عاوزين يشتروا، هتقول لي يوسف ما الفسيخ بقى غالي، يقول لك برضو القصه مش انك تشتري من واحد مشهور معروف، اشتروا من الناس الاصله اللي هم اسطوات الصنعه، ادي كل القصه. لكن اصل فلان الفلاني ده هو ده الموضه بتاعت اليومين دول، لا ما تشتريش منه لانه عاده اكل وحش. وسيبكم بقى من الفود ريفيورز اللي موجودين دول على السوشيال ميديا وعلى تيك توك، ثلاث ارباعهم، مش هقول لك كلهم، ثلاث ارباع لا 90% كمان منهم اي كلام وهجصين، وكل القصه ان هم شويه عيال اعلانجيه بيروحوا ياخدوا فلوس عشان يقول لك الاكل هناك حلو، تروح تتصدم الكحك ده ما حصلش، الله بيدوب في البق، كذاب. حته خشب تضربه في الحيط يرد لك تاني. الفسيخ يجنن، الفسيخ مليان ملح وناشف وحاجه تقرف، كذاب. أنا تاني بقول لك أهو، ما تروحش تجيب الحاجة لمجرد المنظرة. جيب الحاجة الحلوة، الطعمة، الجميلة، الظريفة، زي بالظبط كده في فصل الصيف، روح صيف في المكان اللي أنت بتستمتع بيه بجد. مش اللي أنت عاوز تروح تتصور فيه وتحط صورك على فيسبوك، وطبعًا إحنا في الصيف هنتكلم على القصة دي، بس أنا من دلوقتي أهو حط صورك على الفيسبوك عشان أنا كنت بصيف في مش عارف إيه والقرية الفلانية ومش عارف الكومباوند العلاني وبلاج مش عارف إيه وحضرت حفلة مش عارف إيه. يا عم روح اتبسط، مش رايح تتمنظر. ده في الصيف وده جاي. تاني في العيد بلاش منظرة. كل سنة وأنتم طيبين. طيب. سيادة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عنده طبعا تلات أيام دول من أصعب التلات أيام اللي بيمروا عليه كل سنة. ليه بقى؟ لأنه ده العيد، ودي الشغلانة بتاعة الوزارة إنها تستعد في 27 محافظة في كل القطاعات التنفيذية اللي فيها، في كل قطاعات الخدمات اللي في المحافظات، علشان يقدروا ينظموا المحافظات استعدادا للعيد وايضا في الايام المباركه. فرق بقى الطوارئ تبقى جاهزه علشان لو حصل اي عطل في المرافق، اي خدمات تبقى الناس جاهزه وشغاله، التواجد الميداني المستمر، المتابعه المستمره، كذا الحال. بالمناسبه هتلاقوها فين؟ في وزاره الداخليه. هتلاقوا بقى
زملائنا أصدقائنا إخواتنا في الداخلية برضو واقفين على أهبة الاستعداد للدرجة القصوى. هتلاقي العربيات بتاعة الداخلية موجودة، وهتلاقي الضباط، وهتلاقي الأمناء، وهتلاقي الإخواننا ولادنا المجندين. ما بقوش إخواتنا بقى خلاص، ما أنا عجزت فعلا، ولادنا المجندين وهم إلى ذلك. كل الناس دي بتبقى قاعدة في العيد، ما بتأجزش علشان خاطرنا. في وزارة التنمية المحلية هتلاقي بقى الاستعدادات عشان خاطر الصلاة بتاعة العيد، وعلشان زي بقولك الخدمات، وعلشان الطوارئ، وعلشان خاطر حضرتك. فخليني أعرف كده المزيد من التفاصيل مع دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية. ازي حضرتك يا دكتور، وكل سنة وانت طيب. اهلا وسهلا صديقي العزيز استاذ يوسف، كل سنة وحضرتك إيه؟ طيب، واهلنا في مصر كلها وفي العالم العربي والاسلامي طيبين. اللهم امين يا رب العالمين. وهبدا الاول بكان الله في العون. يعني خليني اقول لحضرتك، حضرتك بتقول ثلاث ايام العيد، لا احنا قبل العيد بثلاث ايام بالفعل شغالين، علشان طبعا ساحات الصلاة، ويعني زي ما حضرتك بتشوف في الشوارع دلوقتي ساحات الصلاة بتتجهز، وبالطبعا دهان البنادورات والتراكس اللي محطوطة والبنرات وكده والتجهيزات كله والفراشة. وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. يعني ده شق. الشق الثاني المهم جدا طبعا حملات النظافة حوالين المساكن طبعا، والجزء المتعلق كمان بالإنارة. وكذلك الامر معالي الوزير اكد طبعا في ضوء توجيهات القياده السياسيه وتكليفات دوله رئيس مجلس الوزراء العمل على التواجد الميداني والمتابعه المستمره زي ما حضرتك تفضلت طوال فتره ايام العيد. شدد برضه معالي الوزير على ضروره التعاون بين الوحدات المحليه وكذلك المدريات والوزارات المعنيه والخدميه بالمحافظات، وده كمان اضافه الى هذا وزاره التجهيز وفتح الحدائق والاماكن العامه امام الجمهور، وطبعا رفع كفاءه وتطوير الميادين. وده كان على مدار الايام السابقه لزور المحافظات بالشكل الحضري اللي يليق بيها خدمه لاهلنا في المحافظات المصريه. هذا الشق. الشق الثاني المهم جدا كمحور ثاني هو قيام مديريات التموين بحملات يوميه على المحل والاسواق، وده لضبطها ومراقبتها والتاكد من صلاحيه الاطعمه اللي حضرتك ذكرتها في كلامك، بما طبعا يتناسب مع صحه وسلامه اهلنا في المحافظات المصريه، والتاكيد على ان المعارض سواء ثابته او متحركه مستمره للسلع الاساسيه والاستراتيجيه موجوده ومستمره لغايه يعني معانا في العيد ان شاء الله. وبالاخص كمان المعارض اللي بيتعرض فيها الملابس ومستلزمات العيد كل سنه وحضرتك طيب. طبعا فيما يتعلق برضو بالجزئيه الهامه جدا اللي بتوليها الدوله لمنع ومواجهه ظاهره البناء العشوائي على الاراضي الزراعيه والتعدي على اراضي الدوله بالبناء بدون ترخيص. طبعا في ترخيص بين الوحدات المحليه والاجهزه الخاصه بالمتغيرات المكانيه لرصد اي متغير يعني غير مصرح به، وده للتعاون معاه بكل الحزم والحسم لطبعا اتخاذ الاجراءات القانونيه وازاله اي مخالفات في المهد الخاصه بيها. ده شق. الشق الرابع وهو طبعا تاكيد على الساده المحافظين بالتنبيه على مسؤولي الصحه برفع كفاءه حاله الطوارئ طبعا داخل مستشفيات والوحدات الصحيه لاستقبال كل الحالات المرضيه. كنت لسه هقول لك يا دكتور، انتوا طبعا بتنسقوا مع الداخليه والصحه والتموين وايه تاني؟ ومياه الشرب ومياه الشرب ووزاره الزراعه علشان المنتزهات والحدائق. طبعا بالظبط كده يا فندم. وطبعا كما تعلم حضرتك المتنزهات والحدائق بتبقى تابعه طبعا للهيئه العامه طبعا للصحه في القاهره او في الجيزه او في المحافظات بتتبعنا، وبالتالي بناكد على انها تكون يعني جاهزه لاستقبال الزوار. ده شق. المحور الرابع المهم جدا المواقف العامه سواء على مستوى سيارات الترخيص ونقل الركاب داخل المحافظات او بين المحافظات، في متابعه والتاكيد على يعني ان التعريفه المستقره عليها تكون هي المستخدمه. وكذلك الامر التنسيق زي ما حضرتك تفضلت مع الداخليه طبعا منع الازدحام والتكدس والاختناقات المروريه. صحيح. وطبعا تاكيد المحور الخامس هو تفعيل دور غرفه العمليات واداره الازمات في وزاره التنميه المحليه وربطها مع غرف الازمات والعمليات في المحافظات المصريه مع الغرفه المركزيه في رئاسه مجلس
الوزراء لتلقي اي شكاوى اول باول، وبالتالي حلها وتيسير والتسهيل على زملائنا في المحافظات المصريه على مدار ال 24 ساعه. وطبعا احنا في خطوط ساخنه في كل محافظه من المحافظات على بوابات المحافظات الالكترونيه، لكن كمان احنا عندنا مبادره صوتك مسموع بتتلقى الشكاوى وبنتواصل مباشره مع زملائنا في المحافظات. هايل. كما تعلم ان حضرتك صوتك مسموع، رقم الواتساب بتاعها ايوه 0200 كم؟ معلش تاني يا فندم. 0200 تمام. 353 3 وحايد نرجو ان احنا زملائنا يكتبوها. ايوه. والخط الساخن 15330 الخط الساخن. وصفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. صوتك مسموع، عظيم جدا. ده كده بقى للتواصل بخصوص اي شيء متعلق بحضراتكم وتحلوه على طول باذن الله يعني. ان شاء الله. اذا هي وزاره لم تنام بقى لها يجي 3 ايام ولن تنام لثلاث ايام قادمين كمان. شدوا يعني حيلكم. كلنا في خدمه اهلنا يا فندم في محافظتنا. ربنا يخليك يا دكتور، وكل سنه حضرتك طيب، وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين، كل فريق عمل الوزاره كل الشكر. دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزاره التنميه المحليه. يا جماعه عيدوا، انبسطوا، هيصوا، حافظوا على الحاجه، خلوا الحاجه دايما تفضل شكلها حلو، ما تبوظش الدنيا، بلاش الطريقه بتاعت ما خلاص خلاص كده كده هيجوا يلموا، ده اصل هيجي ينظفوا، ده اصل هيعملوا، ده اصل هيسووا. لو سمحت لو سمحت لو سمحت حافظ على فلوسك اكتر من كده. دي فلوسك، الشارع فلوسك، الجناين فلوسك، الحاره فلوسك، الرصيف فلوسك، اي حته، الشجره، الورد فلوسك. لو سمحت حافظ على فلوسك. فاصل ونكمل الكلام. أنا بقى كنت بتكلم أنا وصديقي وزميلي العزيز صاحبي يعني خالد فاروق، كنا بنتكلم على صلاة العيد، فكان بيتكلم على أنه هو بيحب يصلي العيد دايما في مسجد سيدنا الحسين، وكنا بنتكلم على الأجواء بتاعة الصلوات في المساجد وبالذات في المساجد الكبرى، ويا سلام سلم لما تبقى المساجد التاريخية، ويا سلام سلم قوي لما بتبقى المساجد بتاعة أولياء الله الصالحين وآل البيت وما إلى ذلك. وعلي وزارة الأوقاف يا سادة بتبقى في عندها استعدادات أيضا قصوى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات المخصصة والمساجد اللي بتؤدى فيها على مستوى الجمهورية في 27 محافظة. خليني أفهم أكتر من دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتور هشام، وعيد سعيد، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف وبكل المشاهدين، وكل سنة ومصر كلها بخير، والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع يا رب بخير وسعادة. هتصلي العيد فينا دكتور هشام؟ احنا عايزين نقول وناخد من حضرتك. لا الأول هتقولي هتصلي أنت العيد فين؟ هصلي في المسجد ان شاء الله. انهي مسجد بقى عشان هاجيلك؟ خليها بعد الهوا. ماشي، هنصلي مع بعض ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى. قولي بقى. انا هاخد من كلام حضرتك الفرحه والبهجه والسعاده الغامره العامره اللي كانت موجوده في الشهر المبارك في المساء، وخاصه مع افتتاح مسجد ستنا السيده زينب رضي الله عنها وارضاها. واكيد كلنا تابعنا البهجه والفرح العارم اللي كان موجود على وجوه المصريين كلهم. العلاقه والوثيقه الرابطه الكبيره القويه بين مصر وبين ستنا السيده زينب. طبعا عايز اقول لحضرتك كان سيدنا الحسين واقامه صلاه التراويح بكبار قراء عمالقه القراء العالم الاسلامي، كلنا كنا بنشوفهم وكلنا تابعناهم، وصلاه التهجد ولاول مره قراءه ورش كانت حاجه عظمه ومفخره، نقله غير مسبوقه في تاريخ وزاره الاوقاف. طبعا في صلاه التراويح وكبار القراء وستنا السيده نفيسه وسيدنا عمرو بن العاص كانت يعني حاله روحانيه ايمانيه قويه وتعلق شديد جدا، وقد ايه الفرحه والبهجه. وبعدين في حاجه مهمه برضو يعني اتمنى بقى من دكتور هشام هو اللي يشرحها احسن مني 30 مره لمشاهدينا، قراءه ورش دي في حد ذاتها شيء مختلف ومتميز، لانه قراءه ورش دي القراءه المصريه الاصيله. المصريه الاصيله. لو حضرتك قد ايه كان الاستمتاع بالقراءه، وطبعا مشاهير وكبار القراء
كان كل يوم حضرتك كان يعني تسمع القرآن طريا غضا لأول مرة تسمع، ممكن تبقى حافظ الكلام القرآن الكريم لكن تحس انك انت لأول مرة بتسمع القرآن الكريم بهذا العظمة وهذا الجمال، وقد ايه احنا عايزين نحيي قراءة ورش لأن هي القراءة المصرية طبعا التعلق بيها شيء طيب وشيء رائع جدا. صح صح. كمل يا دكتور كمل اتفضل. فكنا عشنا يعني أيام عظيمة وليالي سعيدة. عايز اقول لحضرتك كان في ناس كتيره جدا، انا كنت بصلي في مسجد مولانا الامام الحسين، انا كنت شاهد على ان ناس كتيره جدا من المحافظات كانت بتاتي الى مسجد مولانا الامام الحسين وهم متابعين وعارفين النهارده هنصلي ورا الدكتور نعينه، الشيخ الطروطي، الشيخ طه النعماني، الناس بتتصل ببعضيها بيقولوا بكره ان شاء الله الشيخ فلان اللي هيجي تعالوا هنيجي، يعني افواج كانت بتاتي من محافظات مصر عشان تستمتع بالصلاة في مساجد سيدنا آل البيت، سواء سيدنا سيدنا فيسا أو سيدنا الحسين أو سيدنا سيدة زينب أو سيدنا عمرو بن العاص. صحيح. يعني بإذن الله كل المساجد والساحات التي أقيمت فيها صلوات التهجد خلال شهر رمضان هي دي اللي هتقام فيها صلوات العيد، صح؟ أحسنت يا فندم. كل المساجد الجامعة قام فيها وكنا بنقام فيها صلاة الجمعة وكان فيها صلاة التراويح إن شاء الله بإذن الله. الآن يا فندم على قدم وساق الاستعداد يجري في جميع المساجد والساحات التي تقام بها غدا، وأنا بكلم حضرتك غرفة العمليات منعقدة الآن في إحنا على مدار الساعة متابعين كل التنظيف، متابعين كل تهيئة الأجواء، متابعين كل الاستعدادات، الإشراف جميع المفتشين، جميع المدريات، جميع فرق العمل كلها الآن في المساجد وفي الساحات بتهيئ الأماكن لاستقبال المصريين في صلاة عيد الفطر المبارك. وعايز أقول لحضرتك برضو احنا نبهنا أن يبقى في مكان خاص للسيدات، وعندنا الواعظات سيشرفنا على مصليات السيدات وعلى الساحات التي فيها أماكن للسيدات. طيب لكن أستأذن حضرتك من خلال برنامج حضرتك العظيم احنا بنقول لكل الناس اللي عايزين يجوا يصلوا احنا مخصصين اماكن للرجال ومخصصين اماكن للسيدات، فاحنا محتاجين حضراتكم تساعدونا، السيدات في مكان السيدات والرجال في مكان الرجال. ماشي. لازم الناس تبقى واخدة بالها وفاهمة ده وواعية ليه علشان الامور تبقى منظمة وتبقى كويسة وتبقى حلوة بإذن الله سبحانه وتعالى بأمر الله بأمر الله. طب أنا الشيء بالشيء يذكر بقى، بما إن إحنا كنا في رمضان بنسمع الحمد لله والشكر لله القراءة على قراءة ورش القراءة المصرية الأصيلة، أنا عندي أمل ورجاء إنه دكتور هشام مع بقية رؤساء القطاعات في وزارة الأوقاف ومع معالي الوزير إحنا عاوزين إحياء فقه الإمام الليث بن سعد على المنابر المصرية. تمام. الإمام الليث بن سعد حضرتك أدرى نعم. مني ده الإمام الفقيه المصري مصر العظيم وهو صاحب مذهب، يعني اصطلحنا فيما اصطلحنا إليه نحن عندنا أربع أئمة نعم. في حين نحن نعم. عندنا الإمام نعم. الليث ده الإمام نعم. الخامس نعم أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا يمكن كان قبل رمضان كنا عملنا برنامج في المساجد الكبرى وكنا كل إمام في مسجد، يعني مثلا سيدنا الإمام الليث احنا خدنا فترة طويلة جدا من خلال الدروس بنعرف بسيدنا الإمام الليث، خدنا في سيدنا الإمام الشافعي بنعرف مين هو سيدنا الإمام الشافعي ومنهجه وقراءته، في الإمام البصيري خدنا كده مجموعة العلماء المساجد مسماة بأسمائهم، خدنا فترة طويلة جدا عشان نعرف بهؤلاء ونعرف وننهل من علمهم. يمكن احنا على طريق الضرب يمكن لسه احدث اصدار لوزاره الاوقاف احنا بنتكلم عن الامام النووي، وان شاء الله باذن الله بعد العيد هيكون في خطه كبيره جدا، من خلال هذه الخطه هنتعرف اكثر واكثر على هؤلاء الاعلام وعلى المصريين الذين اثروا المذاهب الفقهيه والمذاهب العلميه، عشان ده احنا محتاجين ان احنا كلنا يعني وده شرف لينا كلنا احياء قراءه ورش، احياء الفقه المذهبي، احياء كل المدارس المصريه العظيمه التي اثرت المذاهب الفقهيه والعلميه واثرت في الفقه الاسلامي. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور هشام، وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل الناس وعلى كل الانسانيه يا رب. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. قبل الفاصل
أنا عايز أعرف مين العبقري، وأنا بتكلم جد مش هزار ومش تريقة ومش تهكم ومش سخرية، مين العبقري صاحب فكرة البوسترات العملاقة اللي محطوطة على المباني يمين وشمال الطريق السياحي في اتجاه المنيب ذهابا إلى المعادي؟ بوسترات عملاقة عليها توت عنخ آمون وآمون رع ورمسي، إيه العظمة دي؟ مين العبقري صاحب الفكر؟ بوسترات عملاقة بتاخد المبنى من أوله لآخره، عليها الرسومات أو تصاوير بمعنى أدق يعني فوتوغرافيا معمولة بحرفية شديدة، الريزولوشن بتاعها عالي جدا، وبالتالي ما هياش مبكسلة ما هياش مغيمة إلى آخره، ومحطوطة على العمارات. العمارات دي زي ما حضراتكم بالمناسبة عارفين يعني العمارات دي أصلا أغلبها اتبنى غلط، يعني في ظروف، مش دي مناقشتي دلوقتي خالص. أنا مناقشتي أنه العبقري ده عبقري وبيفهم وفنان، خد القرار ده أنه إحنا يمين وشمال الطريق العمارات بدل ما كانت شكلها مش حلو، ألوانها مش حلوة، في حاجات متهدمة، في حاجات مزالة، في حاجات متعلقة بكانت بتوسعة الطريق وما إلى ذلك، فبدل ما تتساب كده في حد فعلا مخه منور والله العظيم ثلاثة أنا ما أعرف ده مين. وعلى ما يبدو طبعا هيبقى لها كام يوم، بس يمكن عشان أنا بتحرك على الطريق ده بالليل فما خدتش بالي قوي. شاء العلي القدير النهاردة تفهمش النور كان عالي بتاع العربيات ولا حاجة، فجت على عيني كده هوب خبطت في لوحة من اللوح دي كانت أمون رع، أبص كده ألاقي توت عنخ أمون. قعدت بقى أركز، احنا بالليل برضو يعني وأنا جاي الشغل، قعدت بقى أركز قلت إيه ده، مين أبو مخ نور ده، احنا عايزين نكتر منه، دي فكرة عظيمة عظيمة. وبما أني أنا لونج سايتد، أنا لما كبرت في السن فبقيت بشوف من بعيد مش بشوف من قريب، فلاحظت أن مكتوب عليها المتحف المصري الكبير. هل الفكرة دي نابعة من وزارة السياحة، نابعة من مجلس أمناء وإدارة المتحف المصري الكبير، نابعة من المحافظة محافظة الجيزة، مكتوب عليه كمان ويلكم جيزة أو ويلكم تو جيزة حاجة كده يعني، ما شفتش قوي لما الدنيا ظلمة، بشوف من بعيد بس مش للدرجة دي يعني، مش عين الصقر يعني، مش زرقاء اليمامة قاعد أنا بقى. فلكن أيا كان اللي مسؤول أو إذا كان تضافر جهد ما، أيا كان فكرة عبقرية لأبعد الحدود وجميلة لأبعد الحدود وبراقة لأبعد الحدود ومفيدة إلى أبعد الحدود. ليه بقى مفيدة؟ أولا مفيدة للعين وللنظر، ده مما لا شك فيه، مفيدة جدا للناس اللي ما تكونش واخدة بالها أنها تقدر تقرأ عن أسماء هذه اللوحات أو الأسماء المصورة حول عن هذه اللوحات دي معمولة عليها يعني، أو الصور دي معمولة عليها. الحاجة الثالثة هو ترسيخ وتكريس، إحنا مين؟ إحنا مصر. حضارتنا إيه؟ هي حضارتنا المصرية القديمة، ده ملوش علاقة بالهوية، أنا بتكلم على إرثك الثقافي والحضاري أو إرثك الحضاري القديم الأصلي، منبتك جذورك أنت إيه؟ أنت مصري. الحضارة المصرية القديمة أقدم وأعظم وأثرى وأهم الحضارات اللي عرفتها البشرية، يعني هي الأقدم وهي الأهم وهي الأبقى وهي الأكثر ثراء، سبحان الله العظيم، ده شعب عظيم ودول هم أجداده. تعرفين أنه كان في قناة من القنوات الكبيرة يعني اللي بتقدم دايما وثائقيات وما إلى ذلك، وحاجة من القنوات العالمية جدا يعني، كانوا عملوا قبل كده زي بيعملوا دوكيومنتري أو وثائقي على الأصول بتاعت الناس والاختلاطات بالأعراق المختلفة وما إلى ذلك، فخدوا متطوعين كتير جدا من كل العالم وعملوا لهم اختبارات دي ان ايه واختبارات كتير عشان يعرفوا حجم او مستوى او نسبه النقاء العرقي بتاعته. وكان الاكتشاف مذهل ان المصريين اللي موجودين هنا دلوقتي انا وانت وغيرنا، وعلى عكس ما يحاول البعض الترويج ليه، وهؤلاء البعض هم اما من فاسدي النيه او من المرضى النفسيين اللي بيحقدوا علينا والله العظيم. الترويج الحاقد او الفاسد او العبيط يقول لك اصل المصريين مش انقياء واختلطوا بال كلام فارغ، لان وده منشور بالمناسبه يعني. هذه القناه، وهقول لك كمان على جامعه مهمه جدا في المانيا عملت نفس القصه، ماكس بلانك. هذه القناه او هذه المجموعه التلفزيونيه الوثائقيه الكبرى يعني، وهي الاشهر بالمناسبه،
لقت انه المصريين هم الاكثر نقاء على مستوى البشرية. ادي واحد. اتنين، لقوا ان المصريين مستوى النقاء الجيني اللي عندهم اللي بيوصل بيهم لحد المصري القديم بيصل الى اكتر من 90%، اكتر من 90% نقاء. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه انه ايوه هو احنا احفاد الفراعنة، بس ابقى اصل المصريين مخلطين، اصل المصريين مش اي كلام فارغ وبلاهات لا علاقة لها بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. ده اما انه شوية ناس مرضى نفسيين، يا اما شوية ناس فاسدي النية ومتعودين يقولوا كده. جامعة ماكس، هنطلع الفاصل. ماكس بلانك في ألمانيا عملوا، كانوا أصلا هم اللي بدأوا هذه الفكرة ووصلوا تقريبا لنفس النتائج، بل أنه النتائج بتتعدى 93% نقاء. ده أنت، عشان كده أنا عجبتني قوي 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 اللوحات اللي على الطريق السياحي من بدءا من 6 أكتوبر ذهابا إلى المنيب، يعني حدود محافظة الجيزة، والتقائها مع القاهرة عبر نهر النيل قبل ما تنزل نزلة المعادي على إيدك اليمين. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نطلع فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كله تمام؟ الناس في بلادي يتساءلون هو احنا نشتي ولا نصيف؟ يعني ده سؤال مهم جدا. يعني امبارح بعد الجو بتاع امبارح تحديدا، وبعد الرياح وبعد الامطار، وطبعا كان في بعض المناطق تانية اتربة زي نواحينا كده زي ما بيتقال، ما بقيناش عارفين نلبس ايه، نتقل نخفف، طب نص نص، والله ما انا عارف. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب وبخير وكل المصريين بخير وعيد سعيد على الجميع يا رب. هو مفيش وسيله للتحكم في الجو يا دكتور منار؟ مفيش ما تمش اختراع اي جهاز يظبط لنا الدنيا شويه؟ يعني هو بالفعل الاضطرابات الجويه في الفتره ديت يعني حاده وسريعه، لان ده طبيعه فصل الربيع. وطبيعه الربيع كمان ان احنا نشوف التغير الكبير في قيم درجات الحراره ما بين يوم للتاني، ايام بنلاقي فيها ارتفاعات ملحوظه، ايام بنلاقي فيها انخفاضات ملحوظه، ويمكن اليوم الواحد ممكن نلاقي في الارتفاع والانخفاض. صح. او الفصول الاربعه في يوم واحد، احيانا بنشوف الامطار والاتربه وارتفاع في الحراره وكمان انخفاض في الحراره في يوم واحد، وده ايضا طبيعه فصل الربيع. احنا دايما بنقول على الربيع هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، بس هو بقى اكثر حده خلال الكام سنه الاخار دول. يعني غالبا فعلا مساله المتغيرات المناخيه دي فعلا خلقت ازمات. هي بالفعل التغيرات المناخيه خلت الظواهر الجويه اصبحت اكثر عنفا واكثر تطرفا، بقت الظواهر الجويه قويه بشكل كبير. أوي. يعني حتى لو عندنا امطار اصبحت كميات الامطار، حتى لو الحالات قليله، حالات عدم استقرار، بس الحاله الواحده بتيجي قويه بشكل كبير، بنلاقي معدلات امطار اكثر من المعدل. معظم الظواهر الجويه زادت عن الطبيعي بسبب بالفعل التغيرات المناخيه اللي بنشهدها. صح. وكل العالم بيتاثر بيها. حقيقي حقيقي. طب احنا هنعمل بقى خلال الكام يوم اللي جايين دول ايه؟ ما احنا مش عارفين. هو طبعا احنا خلال الايام دي امبارح والنهارده كان في منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا اثر علينا بحاله عدم الاستقرار اللي احنا شفناها. يعني احنا شفنا النهارده امطار، وبالامس كان في كمان امطار في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية للوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. قيم درجات الحرارة كمان كانت حول المعدلات الطبيعية أو أقل من المعدلات الطبيعية، وخاصة كمان إن كان في نشاط لرياح ساعد إن احنا نحس بالاضطرابات الجوية وساعد إن نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. من بكرة إن شاء الله تأثير المنخفض الجوي بيضعف تماما، بيتجه أكتر باتجاه شرق جمهورية مصر العربية وبلاد الشام، تأثير ضعيف جدا على بعض المناطق الشرقية. يعني بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية، مدن القناة، شمال الوجه البحري، ممكن نلاقي فيها فرص أمطار خفيفة، لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. هنبدأ من بكرة نشعر بتحسن تدريجي في الأحوال الجوية بشكل كبير، ويمكن كمان مع تقدم ساعات النهار يكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية. سرعات الرياح هتعتدل، يعني سرعات الرياح هتقل، فده هيحسسني بالاستقرار في الاحوال الجويه. درجات الحراره هتبقى ظروفها عامله ازاي يا دكتور؟ تحديدا بكره درجات الحراره ما زالت حول المعدلات الطبيعيه، يعني احنا عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار متوقع ان هي تكون 26 درجه مئويه، فالطقس الربيعي الدافي فتره النهار، لكن أوكي. فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس البروده موجوده بشكل كبير، خاصه
فتره الفجر وفتره الصباح الباكر. فعشان كده بالفعل اول سؤال حضرتك سالته احنا مش عارفين نلبس ايه. الناس كلها بدات تنخدع، يعني الاسبوع الماضي كان في ارتفاع في الحراره، بدات تعتدي الملابس الصيفيه. بنيجي فتره الليل نلاقي بوده، وبوده بشكل كبير خاصه في المدن الجديده، مجرد غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض في الحراره. فعشان كده احنا بناكد ان لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او فترات الفجر او فترات الليل تكون الملابس خريفيه، اللي بتبقى قطعتين من الملابس، جاكيت خفيف معانا، مش الملابس الصيفيه الكامله، خاصه ان احنا الليله دي هيكون فيها بروده فتره الصباح والناس متجهين. طيب هل في اي نشاط لرياح مثيره للرمال والاتربه؟ الحمد لله خلال الايام اللي جايه مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره، يعني على الاقل في من بكره الاربع حتى بدايه الاسبوع اللي جاي سرعات الرياح هتقل، فبالتالي معهاش اي اتربه ورمال مثاره. الاحوال الجويه هتكون مستقره بشكل كبير. كمان من يوم الخميس هتبدا قيم درجات الحراره ترتفع، يعني من يوم الخميس كمان هنبدا نحس ان الاحوال الجويه مستقره اكتر وفيها ارتفاع في قيم درجات الحراره اكتر فتره النهار. الشبوره المائيه بس اللي هنخلي بالنا منها لانها هتعود تاني في الظهور من يوم الخميس، وممكن تكون كثيفه فتاثر على الرؤيه الافقيه. فاحنا لو هنسافر على الطريق فتره الصباح الباكر هنخلي بالنا من الشبوره المائيه. لو اضطرينا نخفف الملابس فتره النهار ده طبيعي مع وجود اشعه الشمس والحراره، يبقى فترات الليل زي ما قلنا في الاول تكون الملابس الشتويه، لكن الايام العيد وايام الاجازه مستقره بشكل كبير، نقدر نستمتع بالاجواء في كل محافظات الجمهوريه باذن الله. اشكرك جدا يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه مره ثانيه. دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. البسوا بالمعقول، دي الخلاصة يعني، وما تطلعوش على السواحل الشمالية الجو ما يستحملش ده لسه شوية. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. ازي حضراتكم مره تانية. انا مش هقول لكم الكلام اللي انا بشوفه كلام بايخ بتاع خلي بالكم انتوا بتاكلوا فسيخ، وخلي بالكم انتوا بتاكلوا الكحك، وما تزودوش عشان السكر والاملاح انا في رايي ده كلام فارغ، لانه لا يغني ولا يسمي من جوع، واللي عاوز ياكل فسيخ هياكل فسيخ، واللي عاوز ياكل كحك هياكل كحك. انا كلامي في المفيد بجد بقى، لو سمحت بلاش منظره بس كده. ما تروحش تشتري حاجه غاليه علشان تتمنظر، ما تروحش تشتري كحك غالي عشان تتمنظر، ما تروحش تجيب فسيخ غالي عشان تتمنظر، ما تروحش تشتري اي حاجه من اي محل غالي لمجرد المنظره، ما تروحش تشتري عربيه غاليه علشان تتمنظر، ما تروحش تشتري عربيه اصلا، مش وقته خالص يعني. اتقل كده بعد العيد بكام اسبوع يتعلموا الادب، ساعتها نبقى ننزل نشتري عربيات ده لو معانا فلوس اصلا. خلصت الحلقه لحد كده، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا، استمتعوا افرنقعوا، إلى اللقاء، باي باي.